اعطيني الذكاء. واو، طلع 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 يا حبيبي. الحلو في هذه الوصفة انها سهلة وسريعة ورخيصة، والطعم فيها اشي لا يقاوم. انا الوصفة هذه من وانا صغير بحبها، واهلي بيعملوها خرافية خرافية. قبل ما اعمل اي اشي بولع الفرن. بدي ملح، فلفل اسود، شوية هيل مطحون، نص ملعقة صغيرة بابريكا او بهار فلفل حلو، ملعقة ونص او ملعقتين صغار، ملعقة كبيرة صلصة، وشوية زيت، واللي بده بستعمل زبادي. وبحركهم. خلينا نحط شوية زبادي. هيك صارت جاهزة. بجيب الدجاج. اي قطع في الدجاج بيمشي الحال، ولكن انا بحب الدبابيس وبتزبط على الوصفة هذا اكتر اشي، لانه المعادلة ما بين كمية الجلد على اللحم على العظم اللي فيها هو المناسب. واللي بيجهز معايا بحطه على تتبيلة مباشرة. حنكيف اليوم، حنكيف. وباجي هيك وبخربطهم مع التتبيلة، بغرقهم بخليهم يغرقوا. ما ينفعش، لازم الغوص اي جاط تبع الفرن وبنزلهم فيه. وطبعا بننزل عليهم باقي التتبيلة. يا سلام على اللغوصة، خليش ولا اشي يعني. وتحت الهواء ممكن نلحسهم. يا سلام. خليني اغطيها بالقصدير اول نص ساعة وبعدين بشيله. وعلى الفرن على حرارة 180 فوق وتحت، عبل ما نقطع البصل والبندورة. اول اشي بدي بصلتين كبار، او يعني اربع خمس بصلات، مكعبات كبيرة شوية. خلص بصل واحدة حتكفي. وبعدين بدي عرق بندورة، يعني اربع خمس حبات برضو. المرة هذه ما بكيت من البصل، انجاز. هلقيت بدي طنجرة وبنزل فيها شوية سمنة بلدي او زيت زيتون، لانه زيت النبات استعملنا شوية فبدناش نكتر منه عشان مش صحي كتير. زيت زيتون شوية بس، وبنحط عليه البصل مباشرة وهو بارد. انا لما بدي ادلع حالي، بدي اشعر بالعظمة الاكل في الحياة، بعمل هذه الاكلة. وبعدين بنزل عليها ملح وفلفل اسود. وبعدين المكون السحري العظيم دائما الافضل في العالم كله، السماق. بنزل عليه سماق من الاصلي المرتب، هذا اجاني من القدس برضو. اسمعوا، اي اشي بيجي من القدس فيه عظمة. ملعقة، ملعقتين، ثلاثة، قد ما تقدروا. يا الله، اشي ريحته وطعمه اشي فظيع جدا، بيعطيني حموضة ملهاش مثيل. يا سلام يا سلام، انا مبسوط يا جماعة الخير، انا مبسوط جدا جدا جدا. وبعدين بننزل عليه البندورة وبغطي عليها وبخليها مغطية والحرارة عالية او وسط 10 دقائق، بعدين مطفيها هيك 100%. بنطفي النار خلاص. يلا هاي عليت الحرارة على 190 كمان بالمرة، خلي الجاج يتنهنه. يا حبيبي على الريحة، ممتاز 100%. وبجيب الخليط تبعنا اللي جاهز. هل قلت ركزوا معي، في هنا مكون السحري، انا بالنسبة لي يعتبر الاساسي في هذه الاكلة، اختياري، ولكن انا بشجع بشدة انكم تستعملوه، واللي هو الفلفل الاحمر. عندي هذا النوع انا خلطته بنفسي، بدي احط منه ملعقة كبيرة. وعندي هذا النوع جبته من اصدقائي من لبنان كمان، خليني اضيف منه كمان شوية. وبينضاف اكتر من هيك، بس يعني انتو حرين. زكاوة هذه الاكلة بالفلفل الحار. يا سلام على الريحة، كعب بتذكر ايام ايام الشقاوة، ايام الشقاوة. هلقيت بس بقلبهم على الناحية الثانية، لانه اللي فوق اتحمرت نوعا ما، وبديره كله فوق الجاج. يا حبيبي، لا مش كله، بلاش اعبيها كلها، هلقيت هذا بخليه على جنب بغمسه. بدي سطح الدجاج من فوق يبين عشان ينشوي معايا. 10 دقائق او لغاية ما تاخد لون من فوق وتصير ايش 100%. يعني اللي ما بحب الفلفل او ما بتحمله، يعني حاولوا تضيفوا قد ما تقدروا، يعني معلش يعني ولو ملعقة صغيرة حاولوا. اجيتي؟ رجعت، مش هنستمتع لحالنا. هلقيت اباي على ريحه، ممتاز خلاص. ايوه هيك، خلي الواحد يستمتع. اعطيني الذكاء. واو، طلع 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 يا حبيبي. يلا ناكل، يلا بسم الله. خلينا نبرد شوية باللبن.
وفائي. نبدا على البارد. الخليط هذا مخبى فيه شغلات بتخوف. يا سلام، مليان اطعمه. بعدين نيجي هيك وبنمسك في الجاجة ونرجع للصوص هيك بناخذ شويه كمان. يا الهي، في الاكل هذا لازم اللغوصه، لازم الواحد يلغوص. نعمل في الجاجة زي هيك يا حبيبي، بنلغوص هيك. السماق اعطاني حموضه في الاكل هذه من النوع القوي، بتطلع طيبه كمان بالاجنحه. انا في موضوع ضروري هنا بدي اخلصه وانتوا روحوا جربوها. يلا.